بكل الود بكل الحب نتواصل من الضاحية الغربية من سعيدة بحذا جديدة. وأنا ديما نحب نجي لسعيدة الحقيقة، وثم حنين، وهني جايكم علاش اخترت كلمة حنين. ثم حنين على البلاصة ذي لأنه هي بلاصة متاع إنتاج، بلاصة اللي يجيوها تقريبا فلاحة صغار يجيو ينتصبوا لهنا، دونك ديما تلقى الأسعار متاعها يكونوا نلقاهم. لكن اليوم خلينا نقولوا نتواصل وتتواصل الأفراح، تتواصل إن شاء الله تتواصل الأفراح في كل البيوت، كما دار سي اللي قاعد يأمن لكم في الصورة ذي سي منصف العطافي اللي نزدت له بنوتة سماها حنين. حنين إن شاء الله تتربى في عز وإن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله تكون من ذرية صالحة. والسيد قاعد خلاها في الدار وجاي أمن لكم في هالصورة ذي، إن شاء الله مبروك عليك سي عطافي. مرسي يا فرشيش يرحم بوك. هايشك. دونك خلينا نبدأ تويكا جولتنا مع الأسعار، نشوفوا الأسعار، نشوفوا لهنا البطاطا اللي هاني جايك. هذيك شنو الفلفل بالرسمي بالدينار يا ولدي؟ كيفاش ما ثماش فلفل بدينار 800 لا يومات هذوما؟ منين هذا؟ من قربه؟ لا ب 2600. ايه اما انا ما نحكيو خاطر توا العباد كيف يشوفوني نصور ونصور دينار 800 يقولوا هذا مش قاعد يعطي فينا في الحقيقه، دونك الحقيقه نتاعو زوز دينارات 600 هكا هو. ولا خلينا نعطيو للعباد الصحيح اللي موجود. اهلا بك يا خويا، نهارك طيب، الله يهنيك يعيشك. كل شيء موجود. كل شيء موجود الحمد لله. اي باهي. اه بابا العزيز. السفناري ب 500 مليم. مدام. ثم فلش فما اليوم سلطة ولا كيفاش؟ امشي. اش باش تحكي لي؟ احكي لي على السفناري والطماطم وكا هو. ب 500 السفناري هذه. الربطة وريهم ربطة، وريهم الحملة، وريهم أفار مدام ولا اي صور هذيك ب 500 برك. اه سيدي اخويا كلهم السياسيين اللي شادين الكراسي ولو ما يلوجوش على مصلحة الشعب، ها وقول للبلاد بركتوها عيشوا فيها انتم، احنا مش مشكلة، احنا هي بلادنا. رد بالك وراك اخويا العزيز. ابو لهب يقرب لك؟ لا ابو لهب ولد عمي لاباس اخويا. ان شاء الله ربي مع تونس اليوم. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله امين يا ربي، ان شاء الله وربي يحسن العاقبه. امين يا ربي، ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. اليوم تلعب لي كيف برا نطلو غديك اخويا زاد كيف باش تعطيني معاك شويه كلاص؟ قداش الطماطم يا معلم؟ 500 اشري سوالي ياكل مصلي على النبي. والله افريت والله ما شاء الله ما شاء الله والله ما شاء الله. ثم صلاه 500 بر ساس روحك ب 500 مش باش تعمل لهم صلاه؟ صلاه هي الدنيا خلطت مش لطف اللطف يا ربي. رد بالك باش نرجع نقول هذا عاود في الكلام، باش نرجع نحكي راهو الاشكال ماهوش في الخضره، خاطر الخضره ديما تطلع وتهبط، راهو الاشكال في مواد اخرى قاعده تطلع وعمرها ما تهبط، دي بالعكس ديما تطلع. والبارح خذيت المثل نتاع الزبده ونتاع الطماطم معجونه والمواد التنظيف ومواد النظافه، هذه المواد اللي اليوم التونسي ما عادش قادر عليها، مش الخضره، الخضره حكايه فارغه، خلينا نقولوا حكايه فارغه. سلام قداه الدقمره؟ ب 500 والبصل؟ 700 الكيلو ب 700 يخلص. اي دام الله رخا بلاي هو الدلاع، قلت البارح طلع في مرشي القرود طلع المستوى دينار الكيلو. رد بالك هاكا معاك ريجيسور هو اللي يوريك كيفاش تتعدى، سايس روحك وكا هو، هذاك ليسونسيال هو باش نوصلوا حتى لك الثوم غاديكا نورمالمون باش نكملوا في الثوم. قداش الدلاع حاجه؟ اهلا بيك. الماس بقداش؟ 800 الكيلو، ارخص مرشي القرو، راهو البارح تباع بدينار في القرو. اي حلو توا ذايا حاجه؟ وكي نشري كعبه انه تطلع مش حلوه كيفاش؟ حلك وذوب حل المراه باش تجي راه هاي يعطيها هاي. اللهم صل على النبي. ما يسالش ما هو؟ ما يسالش هاي به هاي ذوق عاد وقولي لي شنو احوالها. ذوق هاي عاد شبيك تخبي حلو بيه. بيه حلو
وريهم الحنة، وريهم الحنة عاد توا رانا في موسم الافراح، وريهم الحنة عاد ها ما تفهمناش هكايا احنا، وريهم الحنة هيك. احنا قلنا موسم الافراح وكنا نحكيه على سي منصف عطافي هنيناه بحنين، دونك خلينا باش نكملوا غاديك فك شويه ثوم ونشوفوا السعر نتاعو. هذا الفلفل نتاع السواني، هذا البعلي، هذا الفلفل نتاع بكري، ما تخافش. قداش سومه تو الفلفل العربي؟ 1500 من عند الفلاح. تعرف اللي هذا هاي الياسر ما هو هذا نتاع السواني. باهي خلينا نكملوا في الثوم لهنا خاطر تويكا زاد كيف كيف نتاع فحات وعوله ودنيا، وهذا برشا بالي نتاع اسعار. يقول لي هذا هذا قداش؟ قلت لي هذا 3500، هذا 3000 هكا ما هو، وهذا 4000، وهذا 4000. دونك هذا احنا كما قلت دخلنا عاد في موسم العوله، والناس اللي عاولوا جينيرالمون ياخذوا هذاك اللي في باش يعلقوه في الدار يقعد يتشمس. يصبر يصبر هذاك حتى الشتاء. دونك هكا باش نكون كملت الجوله نتاعي في السوق الاسبوعيه في سعيده بحذا جديده. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع السوق والذوق. في الاثناء ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على سلاح. الى اللقاء.